المهم في شرط اساسي لازم تنفذيه، اوعي ما تنفذيهوش يا نعمه. شرط ايه حضرتك؟ اياكي تخلي هشام يقرب منك او يلمسك طول فتره جوازكم. ودي انا هعملها ازاي حضرتك؟ هو مش انا مراته المفروض على سنه الله ورسوله ولا ايه؟ على الورق بس، انت هنا في مهمه ولازم تنفذيها بالظبط زي ما اتفقنا عليها. ايوه حضرتك، بس دول 6 شهور. قلتي اتصرفي، جوازك من ميشو مرهون بوقت معين لغايه ما نحل مشكلتنا. انا مش عايزه اخرج من مشكله واخش في مشكله تانية اكبر منها، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضلي، انت النهارده اجازه، روحي اصرفي الشيك ووضبي نفسك كويس عشان هتبقي عروسه هشام بي ابو الذهب. حاضر يا فندم، بعد اذن حضرتك. استني عندك. نعم. الموضوع ده توب سيكريت، يعني سري للغايه، يعني مش عايزه اي حد يعرف عنه اي حاجه الا انا وانتي وبس. حاضر يا فندم، تحت امرك، بعد اذنك. اتفضلي.